هذه فتاة فرنسية تركت فرنسا من أجل العيش في الجزائر، اعتنقت الإسلام، وأهلها كلهم غير مسلمين في فرنسا، ولكن حدثت لها مفاجأة كبيرة هزت العالم. ابقوا معنا. هذه الفتاة الفرنسية الأصل تركت فرنسا وأهلها من أجل العيش في الجزائر واعتناق الإسلام، ثم أصيبت بالسرطان، فذهبت إلى الطبيب الذي تابع حالتها وقال لها إن المرض انتشر في جسمك كله، يعني لا أمل لها بالشفاء، وما هي إلا مسألة وقت لتموت. وعمل لها ملفا ووضع فيه تقارير وصور الأشعة وغيرها، وعندما علم أهلها بمرضها قالوا لها: هذا غضب الرب عليك لأنك أسلمت، ارجعي عن دين الإسلام، عسى الرب أن يعفو عنك. فلم تسمع لكلامهم وتمسكت بدين الإسلام، فعرضوا عليها أن تأتي إلى فرنسا وأن يكشف عليها أطباء كبار أفضل من أطباء الجزائر. فسافرت إلى فرنسا وهم يعلمون تمام العلم ألا أمل في الشفاء، ولكن كان قصدهم أن تكون عبرة لمن يعتبر ممن أراد أن يسلم ويدخل في دين الإسلام. فراحوا يلفون بها على الكنائس ويقولون للناس: هذا جزاء من يدخل في الإسلام. فبكت المرأة بكاء شديدا بعدما عرفت قصدهم، ثم رجعت إلى الجزائر تنتظر الموت على دين الإسلام. وفي ليلة من الليالي فكرت أنها لو ماتت ستكون عبرة لمن يعتبر من أهل بلدها، وسوف يقولون إنها ماتت لأنها دخلت في الإسلام. فتوضأت في جوف الليل وفرشت سجادة الصلاة، وقامت الليل تدعو الله وتقول: يا ربي، إني لا أخاف أن أموت، ولكني أخاف أن أموت ويشمتوا بي لأني أسلمت، ويخاف الناس من الإسلام. يا رب، اشفني وعافني لكي يعلم الناس قدرتك ورحمتك ويدخل الناس في الإسلام، ولا أكون أنا السبب في تنفير الناس من الإسلام. ثم أغشي عليها وراحت في غيبوبة حتى استفاقت في وقت العصر من اليوم التالي، ولم تشعر بأي ألم، فعرفت أنها صحوة الموت وأنها سوف تموت الآن. ولكن عندما جاء الليل وقامت الليل حتى الصباح ولم تمت، فاندهشت ولم تشعر بأي ألم، فذهبت إلى طبيبها المتابع لحالتها. وبعدما أجرى لها الطبيب جميع الفحوصات سألها: من أنت؟ قالت له: أنا فلانة وملفي عندك. فقال لها الطبيب: إنك شخص آخر غير الذي في الملف، الملف يقول إنه عندك سرطان في حالة متأخرة، وأنت ليس عندك سرطان ولم تصاب بالسرطان مطلقا، من أنت؟ فسجدت لله حمدا وشكرا، فذهبت إلى فرنسا في نفس الأماكن التي شتمت فيها لأنها مرضت بعد إسلامها، وتحدتهم وقالت إنها شفيت من هذا المرض الذي يعجز أمهر الأطباء عنه لأنها أسلمت ووثقت في الله. فاستجاب الله لدعائها، وكانت هذه معجزة كبيرة، أسلم عدد كبير من الناس بسببها. عزيزي المشاهد، أتمنى منك أن تشارك هذه القصة مع الجميع لكي تعم الفائدة ويكون الأجر لي ولك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.